مشاهدينا دايما على الموعد، نحن معكم. ما تنسوا تعملوا لايك للبيج فيسبوك وتابعونا لايف، وايضا ما تبخلوا علينا، عملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على يوتيوب شانل مريم تي في لبنان، بتتابعوا كل حلقاتنا واخبارنا ونشاطاتنا. اليوم ضيفتي المميزة مسؤولة علاقات عامة ومتطوعين ومتبرعين بميسيون دو في، الراهبة سور ميراي شاكر. أهلا وسهلا فيك سور ميراي شاكر. مرسي. وأهلا بهالبسمة الحلوة يلي ما بتلاقي وجهك أبدا. شكرا شكرا. نعم ميراي، سور ميراي عفوا، كل الناس عم تجيهم وخاصة الفتيات عم تجيهم دعوة رهبانية وبتدور تساؤلات وأفكار بعقلهم وذهنهم، بيسألوا كيف بتكون حياة الراهبة؟ فأنا هون بدي أسألك، خبرينا عنك. نعم. كيف بتعيشي حياتك الرهبانية؟ شو رسالتك من خلال هيدي الدعوة الرهبانية؟ نعم. ونشاطاتك، كيف تقضي أيامك؟ نعم، الدعوة الرهبانية هي دعوة كتير مميزة، ربنا بخص كل شخص فيها مثل ما بخص أشخاص بدعوة زواج لحتى يأسسوا عائلة مسيحية. نعم. كمان نحن اليوم بدعوة الرهبنة ربنا بيختار الصبية مثل ما هي، بحبها وبيختارها بطاقاتها ومواهبها لحتى تكون عم تفعلهم بحقله بمجال معين. أنا صار لي 16 سنة وشوي، يعني بعد كم شهر بيصيروا 17 سنة بالدير. اسم الله. إيه الحمد لله. يعطيك ألف عافية والله يكون معك على طول ورافقك أكيد بهذه المسيرة. مرسي. مثل كل شيء بهالحياة ما في شيء سهل وما في شيء بيجي على الهين، بدك تتعبي لتزرعي وتسقي وربنا ينمي، ويمكن ما تلحقي الحصاد، يمكن غيرك يكون عم يشاركك، بس أهم شيء تزرعي لأنه بدك تروحي على الأصل، تروحي عند يسوع. عفوا لو ما حصدت على الأرض بس حتحصدي فوق بالسما. فوق 100%. وكمان مهم أنك تزرعي زرع مظبوط وضاين، بتعرفي بأي تربة بأي مطرح. وقت انت بتختاري، انت عم تنقي يسوع لتكوني لقله بكليتك بهالحياة، بدك تعرفي انه في صعوبات وفي تحديات كتيرة وبقوتك ما رح تقدري تكفيهم، بدك تستمدي من ضعفك قوة من عند ربنا لحتى تقدري تكوني عم تغوصي بمعترك الحياة وتكفي. لانه مثل ما بالزواج في صعوبات، بالرهبنة في صعوبات كمان، بس انت لوين رايحة، انت لمين ندرتي، انت وين الطريق اللي اخترتي، هيك بدك تكفي. ومن هون بتعيشي فرحك وانشراحك وسعادتك، وتكوني رغم الألم تكوني عن جد عم تعطي انت بصيص أمل لكتار، وتكوني لذاتك شهادة قبل ما تكوني لغيرك. لأن قد ما أحكيك إذا ماني عايشة الشيء ما رح أنقل لك إيه، بدي أكون عيشته وعم بنقل لك إيه بدون ما أحكي. قد إيه أنت خلال هذه المسيرة الرهبانية قد إيه مرقت شيء بمرحلة فتور انه لا بدي اتراجع بدي ارجع على البيت، او لا بدي كفي بهذه المسيره، او قد ايه شهوات الارضيه والماديه سيطرت عليك لوقت معين؟ اكيد بنقطع بكثير مراحل، بتحسي انه تعبتي. انت شو عم تعملي هون؟ صحيح بدي اتراجع بدي ارجع على البيت خلص بدي ارجع. بتصير ايه اكيد اكيد. نحن بشر وبمطارح كثير بتحسي انه شو عم بعمل، بس وقت اللي بترجعي للجوهر وللاساس بتقولي لا انا بدي كفي وانا بدي استمر، وانا ما جيت كرمال شخص، انا جيت كرمال يسوع، كرمال هالدعوه الكبيره اللي دعاني لها. هل انا قادره اكفي معه؟ اذا هو كشف لي خلال مسيرتي انه انا لا دعوتي بمطرح ثاني، هو بيكون عم يخدني تيمشيني. بس انا اليوم وقت اللي بيقول لي انا بدي اياكي واخترتك ونقيتك باسمك بين كل الصبايا الموجودين وبدي اياك تحققي ارادتي بهالمشروع، بقى بنكون عم نكفي رغم التحديات ورغم الصعوبات بامل ورجاء، وبانه انا بدي كفي وبدي شوي شوي اوصل لمرحله يمكن اتعب فيها، بس هو رح يحملني ويكفي عني الخطوات. نعم 100%. شو رسالتك؟ شو هدفك؟ شو مشروعك؟ على شو عم تشتغلي؟ في كثير مشاريع هلا هيك طلعت اذا بدك بعفويه، اوقات في اشياء ما بنعرف ليش طلعت معنا، بس بنعرف انه ربنا هو مباركها وبده يكفيها. بالدير هيك بتابع مع المتطوعين كل شيء، امهات حياه، عائلات حياه، مدرسه الحياه الشبيبه، كل المتطوعين يلي بيجوا حتى يكونوا عم بيساهموا بيمكن كلمه بموهبتهم او بخدمه قريبه مع الاشخاص. نحن بنستقبل اشخاص متروكين ومنسيين اذا اجوا تيكونوا عم بيشاركوا معهم، او حتى المتبرع يلي بنجرب نعمل جسر عبور بين هالشخص يلي يا عنده مصاري يا عنده مواد يكون عم بيقدمها لحتى كمان بدوره يكون عم يخدم المشروع. هيك بكون صلة الوصل، يعني أنا بس بجيبهم وبحطهم قدام بعضهم لحتى يكونوا عم بيساعدوا، وبالنتيجة ليكفي هذا المشروع ويكون في استمرارية. هيدا جزء. في مشاريع تانية خاصة كمان هيك تبلشتها، أكيد بوجه تحية لكل المتطوعين والمتبرعين اللي معنا، لأنه بها الظروف الصعبة لو ما منهم ما رح نقدر نكفي ونستمر.
كمان بوجه تحية لأحبائي قصيري القامة، إذا الله راد قريبا عم نعمل جمعية لأشخاص قصيري قامة، هيك جمعية حبيت كثير حلو، قامتنا برافو. فخر لنا، لحتى نكون هيك عم ننطلق معهم هالأشخاص يلي خليني أقول أونتر بارونتيز ما تركينو منسيين، لأنه نعم المجتمع ومهمشين. ظلمهم وما حدا بيقبلهم ولا شيء، بس عنا هيك جروب شبيبة كثير قوية وكثير قبضيات ومتكلين على ربنا ومنطلقين. بقى هيك عم نعمل خطوات كتير حلوة يمكن يكون عندهم قامة فكرية وعقلية أكثر مننا، القامة مية مش بالمية بالطول، قامة بالعقل مية والفكر. بالمية مؤخرا رحنا على عيد الجيش، وزعنا ورد للجيش، كنا عم نشكرهم، كمان كانت وجه هيك التحية. خضة كتير حلوة، أكيد تحية للجيش اللبناني، وكان شيء كتير حلو خضة إيجابية إنه هالأشخاص على الطرقات لاقطين ورد وعم بيوزعوا قد فعلا. انبسطوا الجيش واو اللبناني، يعني كتير قد ايه عم كتير. هذا العسكري اللي عم يتعب ويسعى صح بينبسط بوردة وحدة صح، لما تقدميها وكتير من حلو القلب. انه من شخص اذا بدك ما حدا منتبه له، يلي هو هالقصير القامه يلي عم بقدم له هالورده ليشعوا اثنيناتهم حياه. عن جد كانت صحيح، كتير خبره حلوه، قد ما احكي شيء كتير قليل. ما بقى الحمد لله هيك في مشاريع كتيره، وعلى صعيدي انا الشخصي كمان عم عيش خبره كتير حلوه كراهبه، هي انه بعد اكثر من 20 سنه رجعت للدراسه. نحن بالجامعة أكثر شيء بندرس فلسفة ولاهوت، ويلي جاي من بيته دارس ومعه شهاداته. أنا معي ماستر هندسة داخلية من الكاستيك من أكثر من 20 سنة، رجعت حلو. السنة رجعت على الجامعة اليسوعية عم بعمل ماستر إعلام وتواصل. بقى كمان كانت شوي الخبرة هيك جديدة إنه أرجع لدراسة بوقت يلي التلاميذ بصفي صغار، وحتى أنا صار لي زمان موقفة، وليك الوضع بلبنان اقتصاديا وحياتيا وكل شيء، مع هذا وكله قلنا نعم للحياة، بدي أرجع وبدي أدرس، والحمد لله كانت النتيجة رائعة على كافة الأصعدة، كعلامات كخبرة كانطلاقة جديدة. بقى الحمد لله هيك ربنا بيعرف من قصص صغيرة يحطنا فيها بطاقة صغيرة ليطلقنا لهيك مساحات كتير أكبر من توقعاتنا الضيقة. نعم سور ميراي، من خلال تجربتك الشخصية حبك أسألك سؤال، قد البنت أو الفتاة بتعمل رهبة، قد بتتخلى عن قصص كانت تعيشها كل يوم بحياتها اليومية مثل الحب والمشاعر والدهرات والسهرات، قد صعبة؟ يعني أنت حبيبك رح يكون أكيد سيدنا يسوع المسيح، قد قدرت تعيشها؟ يعني شو الصعوبة اللي مرقتي فيها هيك تتنقلينا إياها؟ مظبوط. ليك شو، انت اذا بكونوا هودي بس اولويه بحياتك رح تتضايقي وتحسي انه اوف في شيء ناقصني، في شيء ما بدي اياه، بس اذا انت بتحبيهم كثير وقدمتيهم تتعيشيهم من غير منظار رح تتغير، يعني في كاناليزاسيون بدك تعمليها. انا الحب ولا مره بوقف حب، بدي ضلني حب محبة وانحب. أكثر ما ايه غرام، يعني يكون عندك مظبوط محبة مظبوط، للشخص الآخر. وشامله، ما فيني احب شخص واحد، بدك تكوني شامله عم بتحبي اكثريه الاشخاص، مش اكثريه الاشخاص كل الاشخاص، بس بدها تكون محبتك بتعيشي الامومه الروحيه يلي البنت تجي بتنحرم امك، تجي منها لك تعيشي بتقدميها ام للكل، ام مش بس للكل انه انا جبت اولاد. هلا صحيح مية بالمية من جسمك مية من بالمية بطنك، بس عم تكوني ام للدنيا، ام صح، للعالم، من بدك حواليك تحبي كل العالم هالاشخاص اولادك. يلي يمكن ظروف الحياه جبرتهم يكونوا متروكين، يمكن اهلهم يكونوا تركوهم، او العكس الاولاد اهلهم بيتركون او الاهل بيتركوا اولادهم، انت بدك تكون الام والاخت وكانك سند كزوجه، تنقول مش زوجه بس انه كانك السبور لالهم، وبدك تحبيهم حب كتير كبير لتسهري عليهم، هدول مش من لا لحمك، عم عم تكونوا، تسهري وتبذلي نعم وتعملي، وبنفس الوقت بدك تسهري معهم. إذا في حاجة أنا أسهر مع الشبيبة إيه بظهر مع الشبيبة، بس هيدوم رسالتي. إذا في حاجة نرقص ونغني لحتى نكون عم ننقل المسيح إيه ليش لا بعملها. أنا إحنا إذا ما نعزف موسيقى ونروح ندور على ما هو الشبيبة الفرح نجذبهم لعنا نعملها. بيفكروا انه حياه الرهبنه ما فيها فرح، بالعكس مظبوط فيها فرح وبيعملوا مظبوط نشاطات ترفيهيه وبينشروا صح السلام والمحبه، اهم شيء ورساله مظبوط تبشير، خاصه مظبوط تبشير المسيحيه. تبشير، وهذا اللي بتختلف إنه بتعيش الأشياء بس بغير إطار، بس ضلك تعيشي أنت بالحياة. انا ما تنسكت، انا بقيت بقلب الحياه، وتكون شهاده بدي اعيشهم كراهبه انقلهم، ما فيني يكون بلبسه بحديثه بتصرفاتي بالمدارح اللي عم زورها، ما فيني يكون مثل بنت رايحه تسهر مع حبيبه، انا رايحه مع مجموعه شبيبه، ما فيني يكون عم حب هالاشخاص الاطفال او الكبار او هيك مثل ما وحده بتحب حبيبه، معك حق، بده يكون فيها التمايز قدرتي صعوبة بس صعبة، وهالكناليزاسيون. منا مش صح هينة أبدا واحد يتخلى عن صح هيدا الشيء. وأيضا أمنا مريم العذراء قد إيه عم تستنجدوا منها، عم تاخذوا منها هيدي، بتصلوا لها على طول، يعني صح يعني أنت أمك بتكون مريم العذراء هيدي أكثر من نعم أمك أنت. نعم مريم يلي وصلتنا لهالنعم يلي أهلك ما عيشينا. بيشتاقوا لك؟ ما بتشتاقي بلا لأهلك بلا أوقات؟ اكيد تحسي أنه أنت تخليتي اكيد عن البيت والعائلة والأسرة؟ بنشتاق لهم وبيشتاقوا لنا، وفي فتره من حياتنا كنا كتير قليل نزورهم، كمان كانت هيك صعب صعبه، كثير. بس اذا بدك نحن قدمنا هالشيء وهن قدموه، بس هلا اليوم خلص صار فينا نشوفهم كان في حدا من اكثر الوافد وهيك. الفكرة؟ انه اكيد تجوزي، عملها اكيد عائلة هي اكيد ذاتها كأنك. اكيد اكيد
اكيد اكيد تحيه لامي وبي على طول رافضين الفكره، بس بعدين بصيروا مبسوطين وفخورين انه نشكر الله نحن شاركنا بفرحه بنتنا، خلينا بنتنا تحقق اراده الله بحياتها، واذا هي قبلانه وهي مبسوطه خلاص نحن مبسوطين. بس كل الاهل بيحبوا يجوزوا اولادهم، يفرحوا فيهم، يشوفوا لهم اولادهم، بيقولوا لك درسناك علمناك لتقعدي ترتاحي، مش تقعدي انت تخدمي، بدك انت تنخدمي. كل الاهل هيك بيحلموا يكونوا اولادهم ملكات ومتربعين على هالعرش، بس نحن لحقنا الملك الاكبر لحتى نكون على مثاله عم نخدم ونغسل ارجل. صحيح. سور ميراي، شو الطريقه يلي البنت تقدر تواجه هذه الصعوبات بحياتها الرهبانيه؟ شو الطريقه يلي انت هيك بدها تشتغل على حالها تكون محققه ذاتها بالدرجه الاولى؟ يعني بده يكون عندها حصانه داخليه ما تتاثر. اول شيء اذا دعوتها ومين ما قال لها فلي وتركي ما ترد عليه. اذا بس هي تكون مقتنعه، ما فيني انا الا خليكي وهي اصلا مش قبلانه. اذا في شيء قطع قدامها وهي تنقول، مثلا رح اقول اذا منا كثير دارسه منا كثير متعلمه وحدا اجى شوي يمكن حكيها باشياء ما عرفتها، يمكن تحس بمشكله معينه، تدرس تتقدم، العمر منه مقياس احو انا خبرتي. اذا حست انه في شيء ما بتعرفه، ما حدا خلق معلم، بتتعلم هالشغله، بتحسن حالها انه ما تتاثر بتفاصيل. ليش؟ لانه بدها ترجع للجوهر، ما فيها تتاثر انه هيدي جابت سياره وهيدي جابت ما بعرف شو وهيدي عملت، شو بدك فيها؟ ما انت تركت الدنيا كانت كلها مفتوحه قدامك، قلتي لها ما بدي اياكي، انا بدي اعيش غير دنيا، بدي اعيش مع يسوع، بدي اعيش هالحياه، بدها تحسن حالها من الداخل انه تحب غيرها، ترد له الخير، تقبل شو ما ينقلها، تعتبره نقد بناء، تعتبره نصيحه حلوه لحتى تكون عم تقدم يعني تتطور، والا بتبقى عايشه بحزن، بتبقى عايشه بغيره، بتبقى عايشه بمطرح انه لا بدي هيك وبدي هيك. ما انت تركتي كل شيء ليكون كل هالشيء هو مجسد بشخص المسيح ومجسد باي خدمه طلبت منك تكوني عم تعيشيها بفرح، اي مطرح انحطيتي فيه. انا ما فيني اليوم حط شروط بدي يكون بهالدير وبهالبوست ومعي هيك. سير ميراي، نحن ما بنمنع، نحن كمسيحيين وككل ادين حتى بتقول زيت الشيء، ما بنمنع الشيطان على طول حدك بده يجرب يحرتق عدينتك على طول في صوت الشر وصوت الخير. صح. كيف نقدر نواجه هيدي الافكار السيئه والشيطانيه اللي بتيجي على راسك انت نايمه؟ الهلوسات، لان على طول كل ما تصلي الشيطان بده يحاربك نوعا ما. كيف بتقدري هون؟ كيف بتقولي للشيطان كفى؟ لا راعي، صلي، صلي بايدك على وجهك وصلي. ما في غير ناس تنجر، في عالم جربت طلعت. مزبوط مزبوط، لانه في ناس يمكن مش دعوتها، في ناس يمكن مش مطرحها، ومش غلط. وقد ما تبرم السنين وتروحوا وتجي، اذا انت دعوتك بغير مطرح رح تروحي وربنا رح يكون مبارك هالخطوه، ومش غلط بالعكس، لانه عم تتحقق ارادته بهذا المطرح. دعوه بس كيف تحلمي بشيء بتجيكي رؤيا، او انا حابه فوت حياتي ربانيه بحمل حالي بفوت، كيف بتصير؟ مش يعني عالم كثير بعرف من قرايبين ومن اصدقائي من ليل وضحاها تركوا كل شيء وراحوا على الحياة الرهبنة، ما اجتهم دعوة لا حلم ولا رؤية ولا إشارة ولا مش أي شيء. بالضرورة هيدي مسيرة تمييز، بدها تكون، بدك تكوني أنت أول شيء في شيء عم يجذبك لهالحياة أكثر من الأشياء اللي بتجذبك لبرا. يعني أنت بدك تشوفي أنا اليوم بهمني أظهر وأسهر وروح وسافر ولا لا كون مع هذا الفقير المتروك، أو أنا بهالوقت بيعني لي فوت على الكنيسة صلي ولا لا روح وشو بعرف أحضر فيلم سينما، بدي شوف شو أنا وين بميل أكثر، أي حياة بتستهويني أكثر. شو الإشارة يلي إجتك من السماء؟ ليك شو هيك خبرينا شو صار معك. أنا كنت عم بشتغل وكنت عم بعمل مشروع كتير بحبه بالهندسة، وتعرفت على الميسيون دو في وحسيت إنه أنا كتير عم بحبهم، كتير عم بنجذب لهم، صرت بعد شوي شوي. بعدين صرت احس ماني قادره بعد، لانه في شيء جذبني جوا، انا عم بعمل مشاريع هندسيه، بس الهندسه الانسانيه اللي كانت جوا جذبتني اكثر، هالفقير والمتروك والمنسي وهالبسمه اللي ما بتفرقهم وهالفرح وهالخدمه وخليه النحل يلي شفتها كان شيء كثير ملفت لإلي. حسيت انه انا بهيدا الموقع يلي كنت بوقتها صبيه عم بشتغل وعندي حياتي وعندي حدا بحبه وعندي اهلي وعندي كل الاشياء اللي بتاشر انه انا يمكن رايحه على غير مسار بحياتي، اخذني يسوع لغير مقلب، لانه بده ياني بهالطريق، اعطاني القوه اني اقول لاهلي انا فالي حبيبي اني اترك شغلي وكمان حبيبي شو بعد عم تقلي هون القصه. كانت الخبره كثير حلوه، بتعرفي ربنا بيعطيكي قوه قد ما تكوني ضعيفه وهشه، بيعطيكي قوه بهالوقت تقولي له انه انا بدي يكون ليسوع، وما حدا رح يقدر يوقف بوجه يسوع، ولانه هو انسان مؤمن وبحب الله وبحب يسوع اكيد بده يحسها صعبه، بس بالنتيجه رح اقول لك مانك رايحه مع حيالله شاب مع يسوع، بس هل فعلا هي الحياه اللي بدك اياها؟ او رايحه لانه اوقات بنروح عاطفيا على الحياه الروحيه، لا بدك تميزي اوقات العالم بتهرب من الواقع كمان 100%، بدك تميزي كثير مزبوط انه لا هيدي الحياه اللي انا اخترتها وماني رايحه اجرب، رايحه لابقى.
ماني رايحه بروفا وارجع اجي سنه سنتين استاج، انا رايحه لابقى. يعني التحدي اللي عم عيشه بده يكفي معي، الصعوبات ما رح تتركني، بس انا بدي اوقف على اجري. الا انه قد ما تكوني كبيره انا قادره اتكل على ربنا واتخطاكي، وهيك اقفز فوقك وكون عم صير على غير مقلب، على غير ترامبلان. بقى اكيد كانت المرحله كتير صعبه، بس ما بعرف منين هالقوه اجتني. ربنا عطاني قوه واجه اهلي. وبتعرفي الشخص والبنت اكثر شيء مع بيها ومع امها كثير بتكون عاطفيه، وانه لا ما بدي ازعلهم وانا البنت الكبيره بالبيت. وصعبه كانت الخبره، بس برجع بقول نشكر الله عطاني قوه اني اوقف قويه وما اتاثر لا بدموعهم ولا بحكياتهم. اخذتهم بعين الاعتبار، وهودي دموع مقدسين وحكيات مقدسين، وباخذهم معي زوادي دائما. بس انا بالنتيجه في مصير حياتي انا اخترت كون هون، ما حدا جبرني، ما حدا فرض علي. هل بدي كفي او ما بدي كفي؟ هل بدي اوقف بقوه ولا مش بقوه؟ في تحديات وصعوبات وبعرفها، ويمكن ما بعرفها عم بكتشفها، بس هل قادره كفي بهالحياه ولا لا؟ الانسان دائما بده يكون بمسيره تمييز. لو ان شاء الله صار له 100 سنه بالدار بده يرجع يميز، هل انا اخترت المطرح المناسب؟ هل انا الشخص المناسب لهالخدمه؟ يمكن انا رحت عاطفيا على كذا سنه بعدين حسيت لا مش هذا اللي بدي اياه، انا بدي اكون بغير مطرح. مهم اعرف ميز، مهم دائما افتح صوت قلبي، باب قلبي لاسمع صوت الله، شو اللي بده اياه مني؟ لانه ما في شيء منزل، ربنا ما بده اياك تكوني بمطرح مش مبسوطه ومش مرتاحه وقاعده بس لانه عيب ومجتمع وناس ما بترحم، لا بالعكس، بده اياك تكوني منشرحه وطايره مثل هالفراشه. مثل ما عم تشوفك هلا عم تحكي من كل قلبك بكل حيويه. سور ميراي مثل ما عرفنا رح تكوني زميلتنا، عندك برنامج من عمليه ام تي في، خبرينا شوي سريع عنه. يلا اذا الله راد رح نبلش ببرنامج هيك يكون عم ينقل وجع الاشخاص، كيف تحول مع ربنا من الوجع لحياة لبلسم، لحتى نكون عم نضوي على أشخاص عن جد هن شهادة قدامنا. مش كل الناس بتلبس الثوب الرهباني لحتى تكون شهادة، في ناس ببيوتها بتصلي أكثر، في ناس ببيوتها عاشوا تجارب كتير أقسى وأقوى. صحيح. ومهم نلقي الضوء عليهم ويكونوا هيك منورين وعم بيفوح عطر خبرتهم على التلفزيون للناس. سوري ميراي شاكر، انا كثير انبسطت اني تعرفت عليك. ميرسي. الله يوفقك ويرافقك بكل خطوه عم تقومي فيها، وميسيون دو في كمان عم تقوموا فيها. انا بتشكرك. مشاهدينا بريك قصير ونرجع لكم دائما على الموعد.